سبورتس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراه، مباراه القمه، مباراه الكبار هنا في استاد البيت بين لاروخا اسبانيا والناسيونال مانشافت. تشكيله لاروخا لحراسه المرمى اوناي، 20 كارباخال، على اليسار جوردي البا. كرة المانية خطيرة، ترجع كرة من روتيني، يمشي خطيرة، فرصة كبيرة لألمانيا عن طريق اسينسيو، يركل كرة جول، مش ممكن على عرضة نوير. إسبانيا رهيب، ممتاز جدا ماتادور، الثور لما يهيش، الإعصار لما يجيك، اضرب، نوير عالمي، ياخذها نوير، ارجع، توريس، هنا على الإسبان، خطيرة العرضية، فرصة الحارس، يتصدى الحارس بكتيرس. ممتازة أوفسايد، ولكن تألق من أوناي. أوناي خطورة الأولى من كنابري، شوف الكرة المرتدة خطيرة المراوغة، الدفاع ولا هولندي كرة خطيرة في تغطية من شوتي أوري يالبا. إبراهيم أعتقد أنه كان متقدم شوية. توريس بعد خطأ فادح من مانويل نوير، يضيع توريس كرة التقدم 1-0 للأروخا. كان ممكن يكون أول هدف. رودي أوت، هيدا هومو عرضية جول، مش ممكن يا فران، أوفسايد في الامتلاك على هومو. خطير جدا المنتخب، بس فرصة كبيرة، توريس فرانك شير ديالي مكشوفة خطيرة، وركنة اولمو على القائم بالراس، ترجع بدي والكرة تبقى قصة نجاح وهذا بالاول رودي كيركون، 1-0 من شافت دبار التأكيد، اوف سايد تصل، يلغى الهدف كرة تسلل، تسلل روديغر، جوردي خطيرة، الدفاع روديغر والحارس من يطلع ويسجل، الدفاع بليون بنسبة كبيرة للدوري، لا نقلب كرة ممتازة خطيرة، تمشي كرة من كوريتسكا وطويلة اولمو، كرة براسة ودمارك البارح كانت تقوى، كرة من دوردوغان، فرصة والحارس، فرصة كبيرة للمانيا، خطا الحارس اوناي كاد يكلف اسبانيا النتيجة، يزن مجيد عادوا 12 ماتش، اولمو عفريت جوردي، البا 1-0 لاروخا، 1-0 القناص، الفار مراتا جول، كولاتو دي لاروخا، اسبانيا 1-0 المانيا 2، 1-0 الفار مراتا جول، هدف رائع جدا، سولي متاخر، مراتا سباق، واسبانيا تواصل السباق، 1 اسبانيا. ارجع كرة المانيا خطيرة جدا، صح دفاع المانيا يعاني، اولمو الثاني ضاعت من اسينسيو، اهدرها ماركو اسينسيو القاضية، كانت ممكنة في هذا الهجوم العكس، الثاني الفارو الدفاع بالاثنين، جمال شوف فرق وجمال التوزيع، فرصة خطيرة وكرة برا، فرصة كبيرة ضاعت على المنتخب الالماني. شاهدوا الكرة الأخيرة من موتسيلا، ويليامز خرج كرة والدفاع خطيرة، فرصة الحارس، هدف تعادل يضيع على المانشاب بطريقة غريبة، ركنية لألمانيا، هكذا الحياة، منتخب المغربي حرب خطيرة جدا، حاول التسديد، كيميتش والدفاع خطيرة برشا، صعبة جدا، وهدف التعادل.